السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة لسه كلنا ان شاء الله بقى في رمضان والحاجات، وطبعا لسه موجودين برضو في البيوت. فالمهم ان احنا عملنا شوف بقى يعني ايه. برضو انا عايز اقول حاجة، انا عايز الناس تعمل الحاجات كلها في البيت، يعني حاولوا اي حاجة دلوقتي مش متغلفة ومش مش معمولة من فترة وكده نشتريها نعملها في البيت، نحاول نعملها في البيت. وده يعني مثلا دي وصفة احنا عاملينها في البيت اهو، شوف منظرها يعني ايه، بتتكلم جميع اللغات، انجليزي وعربي وفرنساوي وروسي وهندي وكل حاجه. تمام. طبعا والله يعني كانت صينيه كبيره كده يا جماعه، يعني انقرضت يعني خلصت قبل التصوير، بس انا ايه اللي جماعه الحاجه قالت لي صورها عشان اعرف تعرف الناس بيها وكده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي طبعا القطايف، انتوا عارفين طبعا ان القطايف دلوقتي بتتعمل في الشارع والناس واقفه والكورونا وما كورونا، فلازم انتوا تعملوا الوصفه في البيت وناجحه، وهتشوفوا شكلها والله يعني اقول لكم شكلها جميل، وطعم وريحه. شمين الريحه زي ما انا شاممها كده اهو. بسم الله الله يا ولد، بجد 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 اهم كل الناس اللي تشوفني يا جماعة اعملوا الوصفة دي في البيت، اعملوها في البيت، لانها ايه الفرق بينها وبين اللي جاية كيلو قد كده من احسن مكان فخم في مصر ولا في اي مكان في العالم اهو. شوف الجمال والتعاون. ينفع شوية سميد بقى، السميد بتاع البسبوسة يا جماعة، السميد يعني فيها سميد عامل اغمشة وعامل طعم، وهي طعم العجينة نفسه. الوصفة يا جماعة ادخلوا على الفيديو ان شاء الله، ربنا يا شيخ هطلعه لكم وهحط لكم تحت الفيديو دوت عشان تعملوه بإذن الله اهو. ممكن روعة. طبعا رمضان عاوز حاجات مسكرة. انا بصراحة يا جماعة بدأ يبان عليا الهبوط، فانتوا بقى يعني ايه لو شفتوني مهبطان كده ادعوا لي ان ربنا يعينه ويقويني. الصيام صعب يا جماعه، يعني احنا بنعمل كده، الصيام مش سهل يعني، بس طبعا والله جميل بيأدب الواحد. الواحد بيقوم زي ما قلت لكم قبل كده، ما تتكلموش كتير، قللوا، كل ما تقللوا من الكلام كل ما الصيام بتاعكم هيبقى سهل وهيبقى جميل ويبقى يوم طازه. زي ما بقول الله شو جمال، والله جميل. رقم واحد من الوصفة دي، وشوف التكات بالظبط. الحاجة أم سهيلة وسهيلة اللي عملوها، بصراحة أنا ما دخلتش فيها، كنت بقى عندي شغل تاني. ف وعلى فكرة نزلتلكوا شوية فيديوهات قرآن كده بشوفوها في الأيام الجميلة دي، روحانيات بقى إيه كده، عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله ويفك علينا الغمه اللي احنا فيها بتاع الكورونا دي. وانا مش عايز اطول عليكم، لان بصراحه باكل بقى بتاعتي انا، يعني انا دوست قبل كده وهحط قدامي كتير كده هدوس اكتر. اشوفكم على خير، واشوفكم دايما كل لكم بصحه وبعافيه، وهقول لكم بقى ايه اعملوا الوصفه دي معاها. مش احنا عايزين المره الجايه نملحها يا حبيبي، هي دي المره دي مش مملحة. المرة الجاية عايزين نعملها بقى ايه بشوية جبن كده بقى، جبنة كيري ولا جبنة موزاريلا، شوية حاجات كده ايه افتح النفس، بس والله دي بتفتح النفس برضه. ده الطبق هيخلص. يلا يا سعيد، السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعة. ممكن قدام تنين قدام يا حاجة، برضه عليكم. جميل. لا والله طعمها روعة. متعلق بالكوليسترول. السكر. أنا أجيبه في الأرض. الكوليسترول ده. السؤال بتقول لك بيعلي الكوليسترول. خلصي. السلام عليكم. شو بدك؟